كلهم طيبين طبخ البرد. يعني ايه الحاجات اللي بتستعملها في البرد؟ طبخ المسح على ايه؟ بتمسح على الكوفتين بقى، المسح على الشراب. طب ومسح على الجزمة؟ ناخدهم واحدة واحدة. المسح على الشراب في اختلاف، صح؟ مسألة خلافية. في ناس قالت في حديث فيها المسح على الشراب، بس مفهوم الشراب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم غير مفهوم الشراب بتاعتنا دلوقتي. ففي ناس قالت ما ينفعش المسح على الشراب، الشراب بتاعتنا دلوقتي، ده رأي. في رأي تاني قالت لا، يجوز المسح على الشراب بس إذا كانت بتتوافر فيه الصفات اللي بتتوافر في إيه؟ في خوف. يعني إيه؟ يعني ما يوصلش المية، يعني ممكن أمشي فيه، يعني بيثبت على رجلي لوحده، ما يبقاش فيه قطع، ما يبقاش فيه خالص، وكبيت مية وطلع فيه. فبناء عليه الشرابات العادية بتاعتنا دي في ناس قالت لك ما ينفعش، وفي ناس قالت لك لا، أي شراب ممكن يتمسح عليه. في عندي ثلاث آراء، رأي قال ما يتمسحش الشراب اللي زي الكلام المسؤول، رأي ثاني قال لازم تتوفر فيه شيء تتوفر في الخوف، رأي ثالث قال لك إيه لا يجوز مسح على أي شراب. فبنعمل إحنا إيه؟ الأحوط إيه بقى؟ الأحوط في البرد الشديد ده مثل شرابات تخينة، ها؟ أو البسوا شرابين اللي هو كده شراب كبيرة كده، دي اثنين بقى ولا ثلاثة بعض يعني. انا بحسبها كده بس مش شرط كلكم طبعا يعني، يعني اي واحده بتشرب ليه ممكن تمسح عليه، تاخد بالراي ده يعني. الاحوط بقى السحي على الشراب لو كان الشراب ايه يعني تخين، هي شربات القطن هي بتوع الكوره، ودي رايحة كلها بنلبس راينا ايه في البرد وكلام كده. لكن لو اتزنقت يا دكتوره في زنق مش قادره اقلع الشراب، او لابسه كولون على الصالون على مش عارفه ايه، في الحاله دي يجوز انك تمسح. يبقى عرفنا مساله الشراب دي مساله خلافيه. المسح مش هنحط تحت الحنفيه، المسح الاصابه بالبلل مجرد ان انا ببل ايديا وبنطرها وبمسح على ايه رجليا ايه من فوق، بمسح على من فوق كده يا ولاد زي الخف كده. اللي يمشي كمان يمسح، ممكن امسح عليه قوي قوي بنطوفي بلبسه في البيت، او الكلوب ممكن امسح عليه لان ده ممكن امشي فيه. السؤال بقى امسح عليه مده قد ايه؟ يوم وليله للمقيم والمسافر ثلاث ايام. انا اتوضيت في صلاه الظهر ورحت لابس الشراب، امتى بقى لازم اقلع الشراب واتوضى ثاني؟ امتى يعني خلاص انتهت مدة اليوم وليلة؟ من امتى بقى؟ من نقض الوضوء مش من لبس الشراب. اتوضيت صلاة الظهر ولبست الشراب، وضوئي اتنقض على المغرب، فاقلع الشراب او لازم اجدد وضوئي امتى؟ من المغرب بتاع ثاني يوم، مش الظهر بقى بتاع وقت ما لبست، يبقى اليوم وليلة لغاية ايه؟ المغرب بتاع ثاني يوم، يعني من ساعة نقض الوضوء ومن ساعة لبس الشراب. طب الجزمة بقى؟ فكرة افتح الجزمة، مش أي جزمة. ما ينفعش امسح الجزم العاديه، الجزم عشان امسح عليها يبقى لازم حكمها زي حكم الايه؟ الخف. الخف قلنا يشترط ان يكون ميه ولاد مغطي ايه؟ مغطي الكعبين، عشان الجزمه امسح عليها يجوز ان انا امسح عليها من غير ما اقلع الجزم واقلع الشراب. ما هو وارد ساعات تبقى الجو برد او حمام مشترك وكده مش عارف اقلع الجزمه، عشان امسح عليها لازم تكون مغطيه الكعبين، الكعبين اللي هم ايه؟ اللي هم العظمتين البارزين اسفل الساق، الساق كده وكده في عظمتين بارزين كده وكده القدم، صح؟ مش الكعب اللي تحت، اللي تحت ده اسمه العقب، الكعبين هم اللي عضلتين بارزين اسفل الساق، لازم الجزمه تبقى مغطيه العضلتين دول. يعني ما ينفعش امسح على الجزمه العاديه، ممكن امسح على الهاف بوت، صح؟ او على البوت.